أنا آسفة جدا يا باشمهندس إن أنا جبتك على ملا وشك زي ما بيقولوا. إزاي تقول كده يا دكتور؟ أنا تحت أمرك أي وقت. أنت عارف بقى أنا ست شغلي كله مع العقارب. والشغلانة دي علمتني إن الثانية بتفرق. يعني تخيل لو عينك غفلت فيها ثانية تتلدغ. تخيل بقى هتدفع عمرك كله عشان غلطة الثانية دي. والله انت عندك حق يا دكتور. عايز اقول لحضرتك ان احنا شغلتنا برضو كده. ثانية برضو بتفرق كتير. انت عارفة حضرتك يعني لو الكاميرات عندنا تعطلت ثانية واحدة بس ايه اللي ممكن يحصل؟ تحصل مصايب زي ما حصل للمرحوم علي الله يرحمه. انت كده طمنتني. يبقى احنا اكيد هنتفق. انا مش هطول عليك. المقابلة اللي انت عملتها مع بابا انا عارفة عنها كل حاجة. وجبتك النهاردة عشان اقول لك ان العرض اللي هو عرضه عليك مازال قائم. يا دكتور هو كمان رد عليا وقال لي انت رديت عليه وقلت له ايه؟ بس انا هرجع افكرك بكلامي. احنا في حرب. ودلوقتي بقى الطار طارين. طار علي الله يرحمه وطار حسن درغاب. وانت عارف ان احنا صعايده يا باشمهندس. ولا بنسيب حقنا ولا بنسيب طرف. اللي معانا هيبقى منا واللي مش معانا هيبقى عدونا. وانت لازم تختار دلوقتي حالا. اختار ما بين ايه وما بين ايه يا دكتور؟ نصيحه مني، اوعى تتسرع. فكر ورد عليا. انا مش هرحم حد وما احبش ان انت تبقى عدوي في الايام اللي جايه. ايوه بس انت عايزاني افكر في. قلتني يا باشمهندس. طب انا 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 عايز اقول لحد. يا ريت ترد عليا بسرعه. اشترك في باقات واتش الشهرية من 14 جنيه و99 قرش وباقات سنوية من 149 جنيه و99 قرش.